في تفاصيل يومها لا تبدو المكلة خلال أيام شهر رمضان المبارك كباقي أيام العام، فلهذه الأيام بهجتها وطقوسها الخاصة المختلفة تفاصيلها عن بقية أشهر السنة، وهي الطقوس التي يستعد لها كل أبناء المدينة الرابضة على شواطئ بحر العرب. نستقبل رمضان بالابتهاجات والابتهالات، ومن 15 شعبان ونحن نرحب برمضان في مساجدنا. فخلال ساعات النهار تبدو المدينة هادئة وخالية من سكانها قبل أن تعود الحياة لتدب في شوارعها وتضج الأسواق بالمتسوقين حين ينتصف النهار. نبدأ سوقنا بعد صلاة الظهر، و والله كريم، يعني هذا الشهر صراحة شهر مبارك. وفي الوقت الذي تكون فيه ربات البيوت منشغلات بإعداد وتجهيز ما لذ وطاب من المأكولات الشهية التي لطالما اشتهرت بها المائدة الرمضانية الحضرمية، يحرص الآباء على الذهاب بأطفالهم صوب شواطئ البحر للترفيه عنهم وقضاء أوقات ممتعة برفقتهم. العادة جميلة يحصل فيها الأطفال يلعبوا مع بعضهم أبناء المنطقة الواحدة أو الحارة الواحدة، ويحصل فيها ترابط اجتماعي جميل، وهي من أهم العادات في مدينة المكلة، وتحصل دائما على البحر بحكم أن المدينة ساحلية. فيما يقضي الشباب ما تبقى من فترة الصوم في ممارسة الألعاب الرياضية، فغالبا ما تشهد المدينة خلال شهر الصيام إقامة العديد من الفعاليات والمناشط الرياضية والشبابية. ولمساء المكلا في رمضان حكاية أخرى تحمل في تفاصيلها روحانية الشهر الفضيل، فتصدح سماء المدينة بتلاوة آيات كتاب الله في صلاة التراويح وترديد الأذكار وإنشاد الموشحات والمدائح الدينية في فضائل الشهر الفضيل. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.